يعني ميسان، عم نقول كنا تحت الهواء انه ما في حدا ما مر بهذا الرهاب النفسي، خلينا صحيح نقول، وما في حدا ما مر بهذا الضغط، سواء بالمراحل التعليم الاولى او حتى بالجامعه، البكالوريا، هي يمكن مرحله الشهادات اللي بيكون فيها اوقات تقرير مصير للشخص. وانت من الاشخاص ميسان طبعا يلي صار معك من هي المواقف بامتحانات البكالوريا. صحيح، يعني هي يمكن السبب الضغط النفسي ممكن احيانا يعمل مشكله كثير كبيره عند وضيع تعب. الطلاب وضيع الواحد التعب، فهو هون عن جد لازم الاهل اول شيء يدركوا هذا الموضوع وينقلوا هي الصوره لاولادهم بانه ابدا التوتر ما راح يفيدكم بشيء، على العكس هو راح يرتد بالشيء السلبي. صحيح، رح نحكي أكثر ميسان طبعا عن هذا الموضوع، موضوع الضغط النفسي لليوم الأول من امتحان الشهادة يلي بيسبب عدة أمور مجتمعة، منها الطالب نفسه، من الأهل، من المجتمع. أكيد هذا الموضوع والتأثير النفسي بعد تقديم أول مادة انعكاساتها على بقية أيام الامتحان، رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونرحب بضيفتنا هبة موسى، أخصائية اجتماعية. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. يعني اليوم مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء في كثير كلمات سلبية لها آثار سلبية على الطالب. تمام. قدمنا أول يوم فحص، رجعنا على البيت وتبدأ الآراء وتبدأ التحليلات والمشاكل وغيرها وغيرها. خلينا نحكي نحن كيف بنقدر إنه يمضى هالنهار مثل ما بيقولوا على خير. تمام، نحن مشكلتنا بالحياة المصطلحات، نحن مشكلتنا بالحياة المقارنة. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، إنه فلنفرض ناخذ التوقع السلبي. طيب خلص ما خلصت الحياة، ممكن نتعلم بهذا الموضوع. غير هالقصة، نحن البيئة الأولى بيئة الأهل هي السبب. يعني شوف ابن خالتك شو عامل، شوف شو جمع، شوف شو ساوى، هاي المقارنات، شوف أخوك شو ساوى، هاي لحالة تربى الضغط، تربى 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 الضغط. عمليا الاهل ممكن يقولوا انه الحياه كلها امتحانات، انتوا عندكم هوى مثلا، ما بيكون عندكم توتر بهذا الموضوع، الحياه كلها امتحانات، بس حاله تاقلم، حاله تكيف. والاهل لانه موعد الامتحان ثابت، هلا اوكي مرقنا نحن بفتره الكورونا، كلنا انضغطنا وكلنا بهذا الموضوع، هون لعبه الذكاء بالاهل، قد ايه في تواصل بين الاهل وبين الطالب، قد ايه مثلا خليني اقول عملت منيح ممتاز كمل بالباقي. بس كمان يمكن في اشخاص او بعض الطلاب يمكن بيكون عندهم نوع من الاستهتار او عدم تقدير المسؤوليه. هي النقطه الثانيه، الاهل ممكن يلجؤوا لبعض العبارات اللي نحن ممكن نستهجنها لحتى يحسسوا بالمسؤوليه اللي على كاهل الطلاب، انه انت انتبه بالامتحان يكرم المرء او يهان، او انتبه هي تقرير مصير او تقرير حياه. كيف بدنا نعمل هذا التوازن من دون ما ندخل حاله الرعب وبنفس الوقت نعطيه المسؤوليه ونحسسه فعلا انه هو تقرير مصير هذا الشيء؟ شوفي الفرق بين يكرم المرء او يهان وبين انه تقرير مصير. تقرير مصير بينلعب على ميول الطالب، انه مثلا انت شو ميولك، جاي عبالك تدخل هي الجامعه او مثلا جاي عبالك تكون من الاوائل. بصير في فرق نحن عندنا بين التحفيز السلبي والتحفيز الايجابي. التحفيز السلبي ممكن يعمل رده فعل، اجى قدم اول ماده قال لهم مالي منيح، فيي راح الفحص مدري شو خلص ما بده يكمل، رده الفعل. بينما مثلا مستمرين بالحاله السلبيه، قدم اول ماده ما لها منيحه، اوكي مو مشكله نعوض، فينا نعوض، نزل المعدل، نتمنى انه ما ترسب. يعني لعبه ذكاء، لعبه تواصل بين الاهل. وبعدين بدنا نلعب على نقطه، انه الامتحانات مهما تاجلت، مهما خليني اقول صار في ظروف محيطه، الامتحانات ثابته. الاستهتار اللي حكيتي عنه عزيزتي فرح ما بيبلش يوم الامتحان او مثلا بعد 10 ايام من الامتحان، ليه ما يتحضر من قبل؟ ونحن كنا لما كنا بالمدارس شو نقول؟ نقول مثلا اول ماده نقلبها اخر ماده، تصير مثلا ندرس الاولانيه اخر وحده، نلعب على الموضوع. وجزء من الاهتمام للاهل انه درس درس درس، ما في داعي تنام، ما في داعي. هلا النوم اساسي، الاكل خليني اقول لك الاشياء المهمه، الاشياء اساسيه، يعني كلها ظروف تتكامل مع بعضها. وبدنا نتعامل انه هذا البني ادم اللي قدامنا هو انسان، فهو في مشاعر. يعني لما عم تقولي له يوهان يعني قللتي من امكانياته،
خلي التوقعات، نحن مشكلتنا خلي التوقعات بما يتناسب مع القدرات، ما نعلي التوقعات. لما بنعلي التوقعات بتأثر على الأهل، بتأثر على الطالب، بتأثر على الامتحان. يعني يمكن هن الأهل بيعرفوا قدرات أولادهم، ما في تماما. ما بتعرف قدرة أولادها قديش هن بيقدروا يدرسوا وما بيدرسوا، بيحبوا الدراسة وما بيحبوا الدراسة. وللواقع في يعني كتير عالم فرح فيه، أو طلاب بتحب تدرس، طلاب ما بتحب تعطي هذا المجهود. صراحة كنت حب إيه، هلأ صارت صعبة علي. فعن جد يعني إنه هون دور الأهل بأنه قديش إن حجم توقعاتهم مثل ما قلنا من أولادهم لازم يدرسوها، ولازم يعكسوا هذا الموضوع على أولادهم. 100% عزيزتي. نحن كمان خطأ من الأخطاء اللي بتجينا الحالات، يعني أنا مبارح بس كمية الاتصالات اللي إجتني أنه أنا أهلي عم يقولوا ما درست، أنا عم حاسس حالي نسيان، أنا ما بدي أدين. كمية الاتصالات والله يمكن تتجاوز 200 تليفون، بس نسيت المواد، ما درست، ما بعرف شو. فهي التوقعات تبع الأهل أحيانا مثلا بيكون الأهل بده إياه يدخل طب، هو ما قدر يدخل طب، فلازم ابنه بالضرورة يدخل طب. طب ما دخل طب، يدخل شيء بميوله، يدخل شيء بيحقق له. مجالات الحياة الاجتماعية كثيرة. التوقعات والإمكانيات، إمكانيات الطالب مثل ما قلتي ميسان، إمكانيات تتناسب مع التوقعات. عليناها صار في إحباط، لما عليناها وصار في إحباط أثرنا على الطالب، أثرنا على مستقبله. هون تقرير المصير اللي حكيت عليه فرح، تقرير المصير أثرنا على مستقبله، خلص ما بدي كمل ببساطة. ممكن نلاحظ الفترة العمرية، تعتبر هي مراهقة متوسطة. الفترة العمرية يعني فترة تمرد على القوانين، دروس دروس دروس، ما بدي دروس. شوف ابن خالتي، حالة ملل، يمكن حالة تعب وحالة نفور من الدراسة. النفور هي الأكبر من الملل، والتعب هي من مبدأ أنه أحياناً المراهقين مثل ما قلت لك ما بيحبوا القوانين، فبدون يتمردوا. ليش محصورين بهالوقت؟ ليش محصورين بالدراسة؟ ليش في برنامج فحص؟ فبدون يتمردوا بس. وبسبب يمكن كمان الضيقة اللي بيعملوها الأهل عليهم، أنه ممنوع الطلعة، ممنوع الفوت، معسكر مغلق. هي حكيتي نقطة كتير حلوة ميسان. لما بدنا ندرس لازم يفهموا الأهل مبدأ أنه تلتين الوقت دراسة وتلت الاستراحة، والاستراحة مقدسة. لأنه نحن بدنا ننقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى، لحتى تتخمر وكرمال نريحه. وخليني أقول لك مثل موتيفيشن، مثل كأنه تحفيز، يعني أنك أنت أنجزت مثلا شو جاي عبالك أو شو بدك ترتاح، هاي التلت بتخليه يجي على الدفعة الثانية من الدراسة بهمة أكبر. خليني أقول كتير حلو. يعني أنسة بقول لك شكرا على التحفيز اللي عطيتينا إياه، ويمكن حاولنا ننقله للأمهات الموجودين بالبيت وللطلاب. بنقول لك شكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لهم. نرجع منقول إن شاء الله يا رب التوفيق لكل الطلاب. التوفيق للكل أكيد، بنتمنى التوفيق لكل الطلاب. شكرا كتير لك أنسة هبة.